فيوجد عند بعض الناس تدين غير منضبط، فيقع في معصية ثم يتوب إلى الله عز وجل ويتنسك ويتأله ويتعبد، ثم يذهب فيفضح نفسه. أو بعض الناس للأسف يقول لك يعني هذا من أساليب الدعوة، ماضيه كان أسود مثل ما يقول، ثم هداه الله عز وجل فيقوم ويقول فعلت وفعلت كيف تقول فعلت وفعلت؟ يقول من باب أني أقول للناس كنت أنا والآن الحمد لله تاب الله. هذا غلط، هذا ليس بمنهج شرعي، هذا والعياذ بالله مخالف لما أمر الله عز وجل به من الستر، مخالف لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الستر. فالواجب على الإنسان أن يستتر بستر الله.